السلام عليكم اخواتي، واهلا وسهلا بكم في قناتكم اسرار ام ساره. كيف ما وعدتكم باش ما بقاش نغيب عليكم، جبت لكم واحد الوصفه جديده وهي عباره عن غريبه تركيه ولكن بطريقه مختلفه وبحشوه تاع التفاح. كتجي يعني لذيذه بزاف بزاف، وحتى في المنظر كتجي رائعه. المقادير هما كالتالي: بالنسبه للعجينه 4 كؤوس ديال الماء، هذا الكاس هو اللي المعيار عندي انا، 4 منه. وبالنسبه للمعيارات الثانيين، هذا الكاس كاس الشاي، يعني نصف كاس هذا اللي كناخذ يوغورت وزيت سكر مطحون هذه فاني، كيس تاع فاني، بيضه واحده، وهذه النشا ملعقه طعام كبيره، والزبده نصف رابعه يعني 125 غرام ديال الزبده. بالنسبه للحشوه كنحتاجوا 3 تفاحات بهذا الحجم، يعني حجم كبير، وكأس سكر ديال الماء، وملعقة صغيرة ديال القرفة. أول شيء غنبداو به هو أننا غنجهزو الحشوة ديالتنا. كتحتاج فقط نقشرو التفاح وغادي نحكوه ونديرو على النار يطيب. والان بعد ما بشرنا التفاح كيف ما شفتوا بالطريقه، غادي ننزلوه، غنزلو معاه كاس ديال السكر، نشعلوا عليه النار. غنخليه بحال هكا حتى نحسو بيه يعني تكرمل لينا مزيان، ونرجع معاكم. كيف ما كتشوفوا حبيباتي، هانتوما شفتوا التفاح ديالنا يعني تعسل داك الكاس ديال السكر. دابا بقى لينا غير نزيدو ملعقه صغيره ديال القرفه ونخلطو مزيان، ونخليو تقريبا واحد 5 دقائق ونطفيو عليه النار. بعد ما طفينا على التفاح نخليوه يبرد، ودابا غنمشيو باش نجهزو العجين ديالنا. العجين كيحتاج اول شيء غنزلو الزبده تتكون بحراره المطبخ كما قلت لكم، غنزيدو عليها كاس زيت صغير وسكر مطحون كاس هو، ونخلطوهم مزيان. من بعد غنزيدو البيضه، بيضه واحده، واليوغورت. كيس الفاني، ملعقة طعام ديال النشا، ملعقة طعام كبيرة، دابا غنزيدو الطحين. عندنا 4 كؤوس، انا غادي نزيد حتى نشوف، كما كنقول لكم دائما على حسب الطحين. تقريبا هذوك 4 الكؤوس اللي قلت لكم هما اللي استعملت. صافي دابا غنجمعها. Thank you.
صافي العجين ديالنا تجمع لينا تماسك. دابا غنديروا منه كريات صغيورين، يعني قياس صغيور بحال هكا، قياس الغريبه شتي. هذه هي الحجم اللي بغيت انا، ممكن نتوما ديروا اصغر، ممكن اللي يعجبكم على حسب الذوق. صافي غنستمر بحال هكا تنكمل العجين ديالي كله ونتلاقاو من بعد. والان حبيباتي انتم شفتوا كملت العجين ديالي كله بهذه الطريقه نفس المقياس. دابا غادي نورق، ماشي نورقها يعني، نديرها بهذه الطريقه. ها شوفوا شوفوا معايا، ها طوليه، ها وحده اخرى، كيف ما شفتوا غنبقى بحال هكا تندير لهم كلهم نفس الطريقه باش يجيني يعني الشغل ساهل. هادو لي صايب دابا غنوريكم الطريقه كيفاش غادي نلويهم. الحشوه ديالتنا اللي جهزنا نتوما شفتوها بردات فيكم، الا بغيتو يعني يكون الذوق اكثر تقدروا تزيدوا شي حاجه المكسرات، جوز، بندق، لوز، مهروش، اي يعني مكسرات اللي عندكم. انا درت غير هكا بالتفاح، حتى هكا كتجي زوينه. كناخذ ملعقه صغيره بهذه الطريقه هذه، تبعوا معايا. وكنلويو بحال هكا، صافي. وغنحطوهم، غادي نوجد الصينيه ديالتي، غندير فيها ورق الزبده وغادي نستفهم فيها. كما شفتوا انا كملتهم كاملين نفس الطريقه اللي وريتكم. دابا كنحطهم في الصينيه اللي غندخل الفرن. الفرن غنشعلو يعني درجه الحراره 180 وتقريبا 15 دقيقه وكيوجدوا معانا. كيف ما كنجبدوها من الفرن هانتوما شفتوها كيفاش استوات. هذه صينيه اخرى صغيره، دابا نطفيو الفرن ديالنا. وهي سخونه ضروري ما نديرو عليها السكر بودره بالطريقه. والان حبيباتي الغريبه ديالتنا هي وجدت معنا، خرجناها من الفرن كيف ما شفتوا، درنا لها السكر مطحون، كتجي بهذا المنظر بحال هكا. كذلك حتى في الذوق كتجي لذيذه بزاف بزاف لانها هشه، وكذلك بداك الذوق ديال التفاح انتما كيف ما كتشوفوا لداخل كيعطيها واحد النسمه. وانا كنصور لكم هنا في البالكون لان مشى الحال والاضاءه مابقاتش عندي مزيانه في المطبخ باش نيت تبان لكم الحلوه مزيان. ايوا مابقى ليا غير نودعكم في امان الله، وكيف ما متعوده منكم كنتسنى اللايك، وكذلك اللي باقي ما اشترك في القناه يشترك والتعليقات. والى فيديو قادم ان شاء الله مع الوصفات التركيه.